الامتناع عن تناول السموم. ما هي السموم؟ سكر، ملح، دقيق ابيض. سكر، ملح، دقيق ابيض دمار للجهاز المناعي. ما في شيء بيمنعك بيردعك من الجهاز المناعي سوى من الفيروس الا جهازك المناعي. بهذه السموم البيضاء انت تقتل. اشربه مشروبات الطاقه، المشروبات الغازيه، جميعها هذه مفروض التوقف عنها. هذه الرسالة العامة بكل بعجالة. وهناك رسالة مهمة خاصة لفئة من الناس الذي ابتلى الله بشرب الدخان. رجاء توقف عن الدخان، والله إنك محتاج لوظائف الرئة لمجابهة الفيروس. فأفضل الآن تتدرج بتقليل الإقلاع عن الدخان بدلا من أن تجبر توقف فجأة في غرفة الحجر. ممكن أن تتوقف من إدخال خرطوم الشيشة قبل أن يدخل لك الأنابيب في العناية المركزة. فأنت محتاج مريض، إذا تحب تعرف الشعور أدخل رأسك، أغمس رأسك في الماء. هذا هو الشعور. رسالة خاصة لمرضى الالتهاب أو الربو، لازم يكونوا في حالة تحكم جيد للمرض واستخدام الأدوية الوقائية في هذه الأثناء. إذا كانت هناك في أي استفسارات لابد التواصل، في هناك أجهزة ساخنة في جميع أنحاء العالم لابد التواصل. المرضى اللي يستخدموا الأدوية الكيماوية، المرضى اللي يستخدموا الهرمونات الستيرويد، هؤلاء قد يكونوا في خطورة إذا تم إصابتهم بالمرض. فلا بد أن تكون هناك عناية خاصة ويتواصلون مع الأجهزة أطباء المعالجين. بالضبط، ممتاز.